بقية الكلام كان مردود عليه هنا. وسؤالي، السؤال اللي هوجهه لحضرتك، أنا عارف إن أنت بتسمعي كل حاجة أنا بقولها، فالكلام اللي حضرتك دايما عايزة تهربي منه وتروحي تلف يمين، واصل اسلام ده مش عارف ايه الملايين، واصل اسامه حسني ده مش عارف ايه، واصل النادي الاهلي ايه، وسايبه لب الموضوع. انا امبارح طلعت قبل ما حضرتك تطلعي على الهوا وقلت لك انا عارف ان انت هتطلعي تشتمي وتقولي كذا، بعد ما تشتمي وتخلصي شتيمه وتخلصي الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده، يا ريت حضرتك تجاوبيني على الاسئله بعد ما تسمعي الكلام اللي انا بقوله النهارده، وتطلعي تشتمي شويه وتعملي شويه، والكلمتين اللي حضرتك بتعمليهم دول بعد اذن حضرتك. جاوبيني على الاسئله اللي تهم جمهور الاهلي، طالما اني شايفه ان حضرتك صاحبه حق. والاسئله كالاتي: اولا، فين يا كابتن هناء اخلاء الطرف اللي حضرتك قلتي انك خدتيه من النادي الاهلي؟ السؤال الأول واضح وصريح، بعد ما تشتمي وبعد ما تقولي ده مين إسلام الشاطر ده ومين أسامة حسني ده ومين مش عارف إيه والكلمتين الحلوين اللي بتطلعي تقوليهم دول، بعد إذن حضرتك اطلعي جاوبي لنا على هذا السؤال. ثانيا، قلتي إن بنت حضرتك لاعبة النادي الأهلي ما مضتش على عقد، وإنها مضت على ورقة بالمستحقات القديمة. طيب بعد اذنك، انا اسف يا باشمهندس عادل القيعي، انا اسف يا استاذ ابراهيم يمنيسي، انا اسف لاسامه وفارس، انا هستعين بس بفيديو، او مش بفيديو، بصوت، لانه مضطر للاسف ان انا استعين بالحاجات دي. انا عمري في حياتي ما بحب استعين بهذه الامور، ولكن معلش نسمع، هتبقى اول مره في تاريخ البرنامج واخر مره، لكن هنستعين بكلام كابتن هناء حمزة، كابتن النادي الأهلي، وأنا مصر كابتن النادي الأهلي شئنا أم أبينا، وكابتن منتخب مصر اللي النادي الأهلي خيره عليها. فهسيب حضراتكم تسمعوا اللي مش الإسلام اللي قاله، مش إسلام اللي قاله، كابتن هناء قالت إيه. اتفضل يا سمير لو سمحت. ليه؟ بدون سبب بنتي انتهى عقدها معاهم، وللاسف مضوها على ورق قالوا لها على اساس مستحقاتها الباقيه تاخدها، ما خدتهاش، استغلوا الورق دوت وبعتوا عقد في الاتحاد المصري لكره الطايره على اساس انها ماضيه عليه في شيء غير طبيعي. بنتي بتلعب بتاخد كل الحكايه مثلا 200,000 ولا 250,000 ولا 300,000 في الموسم، عاملين عليها شرط جزائي ولا ابو تريكه 3 مليون جنيه. مش هتكلم. طيب ماذا قالت النجمة الكبيرة، نجمة منتخب مصر والنادي الأهلي، كابتن هناء حمزة امبارح؟ طبعا هذه المكالمة كانت مع الصديق العزيز وأستاذنا الأستاذ محمد شبانة. المكالمة أو الانترفيو اللي كان معمول امبارح كان مع الصديق العزيز والزميل هاني حتحوت. نسمع كابتن هناء حمزه قالت ايه؟ نسمع ونرجع. خلينا علشان الناس ما تتوهش. انت اللي مضيتي عليه ايه؟ مضيت على ورقه اللي هو في الفيديو اللي هنشره دلوقتي، وعقد على اللي هو اتنشر من النهارده، كنا حصلنا على نسخه منه ثم انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. الناس تعرض الفيديو وهو أوكي. الفيديو شغال برضه، احب اسمع ايه اللي انت كنت بتمضي عليه دلوقتي. ده عقد على بياض، وكويس ان هم نشروا الفيديو. كابتن مريم مصطفى لاعبة النادي الأهلي في وجود كابتن هناء حمزة والدتها ونائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، قالت اللي هي كابتن هناء اللي كانت بتقول من دقيقة كده إن هي ما مضتش على عقد، بعدها ب 24 ساعة افتكرت أو بنتها افتكرت إن هي مضت على عقد. كابتن هناء، بعدين موضوع أبسط من حضرتك ما تتخيليه. أنا مضيت في النادي الأهلي مثلا، هحكي لك الحكاية بطريقة مختلفة. أنا إسلام مضيت في النادي الأهلي، بعد ما مضيت في النادي الأهلي جالي نادي آخر وقال لي مثلا
انا باخد في النادي الاهلي جنيه، قال لي هديك جنيه ونص مع امتيازات اخرى. فوافقت. فاعمل ايه؟ هروح لنادي الاهلي واعمل معاهم قصه وهيصه ووجع دماغ علشان يسيبوني واروح للنادي واخد الجنيه ونص. لو الموضوع كده واتقال كده من الاول، انا ما اعرفش طبعا راي مسؤولي النادي الاهلي في هذا الامر، ولم اتكلم مع احد من مسؤولي النادي الاهلي في هذا الامر، ولكن انا كنت متخيل، انا عارف مبادئ واخلاق النادي الاهلي، انا كنت متخيل ان هي لو راحت قالت انا مش عايزه لان انا جاي لي عرض اكتر، ما كانوا هيقولوا اتفضلي خلاص. لانه حصل في الكوره وفي سله وفي يد وفي الطايره. لكن ان يتم اتهام النادي الاهلي بانه نادي مزور ونادي بلطجيه، مش كلامي ده، كلام كابتن هناء، هنا لازم نرد. ولا الاتهامات دي يا فندم من ضمن الصفقه؟ محتاج افهم. على فكره الموضوع كله بالنسبه لي لا يعني يمس اي حاجه من قريب او من بعيد، غير ان انا ادافع عن النادي الاهلي فقط لا غير. ماليش علاقه باللي قولي زي ما حضرتك تقولي، واللي عايز يقول غيرك يقول. يكفي ما حدث من جمهور النادي الاهلي مع شخصي امبارح. اقسم بالله انا عيطت، انا دمعت مما حدث من جمهور النادي الاهلي امبارح معايا. فكلكم طبعا كجمهور النادي الاهلي فوق راسي، ويعني بجد الواحد بيبقى فخور، واسعدتوني جدا جدا بالكلام اللي اتقال امبارح. يعني انا دايما ربنا يدومكم ليا وللنادي الاهلي، انا اسف مش ليا، للنادي الاهلي سند وسيف ودرع للنادي الاهلي، لان انتوا بالفعل رقم واحد في كل حاجه. وقبل اي حد وقبل اي حاجه، فكابتن هناء بمنتهى البساطه حضرتك كذبتي في ثلاث حاجات، الاولانيه في شخصي، الثانيه في كابتن اسامه، ولو حد جه سالني هوري له كابتن اسامه بيقبض كام بعد ما استأذنت منه طبعا، رقم ثلاثة السؤالين اللي أنا وجهتهم لحضرتك دول. واحد، فين ورقة إخلاء الطرف اللي حضرتك قلتي إن هي معاكي؟ طلعيها يا فندم. دي رقم واحد. رقم اتنين، هو مضت على العقد ولا ما مضتش على العقد؟ تضارب الأقوال الواضح سببه إيه؟ يبين إيه؟ يا فندم اطلعي اعتذري للنادي الاهلي ولجمهوره وبعد كده يحلها الف حلال. حضرتك مدينة بالاعتذار للنادي الاهلي ولجمهوره ولكل فرد اهلاوي ما عدا اسلام. طلعي اسلام بره الموضوع، ما عدا اسلام بس، طلعي اسلام بره الموضوع بس عشان ما. فبعد اذن حضرتك كل اللي انا عايزه بعد ما تخلصي اللي بيحصل خلال هذه الفترة، تردي على الأسئلة مباشرة مباشرة. ولما بقول لحضرتك طلعي إسلام بره الموضوع، لأنه أنا ما بتكلمش على مصلحتي الشخصية أو على حاجة شخصية. أنا أقدر أرد على حضرتك، ولكن بعيد عن الهواء وبعيد عن التلفزيون، ممكن على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا ما بعملش كده عادة، لكن ولا عمري هعمل كده، لكن أنا ما بدخلش الأمور الشخصية في شغلي أبدا أبدا أبدا، ومش هيحصل. عشان ما تزايديش عليا بس، عشان أنا عارف أنت هتزايدي إزاي خلال اليومين اللي جاي. على فكرة محدش مصدقك. النهاردة أنا عايزك برضو تطلعي علشان أشوف قد إيه جمهور النادي الأهلي بيقف. هو النادي جمهور النادي الأهلي مش واقف مع إسلام، جمهور النادي الأهلي واقف مع حق ناديه فقط لا غير. الحق الحق فعلا، مش البروباجندا. عموما أنا بس حبيت إن أنا أتكلم في هذا الأمر النهاردة، لأنه مهم جدا جدا حضراتكم تعرفوا بداية من دلوقتي. بداية من دلوقتي أنا لن أتكلم في هذا الموضوع تاني، لأنه أنا عارف إن الكابتن هناء أعظم لاعب التاريخ كرة الطايرة ولا السلة، الطايرة سوري، في النادي الأهلي وفي منتخب مصر، مش هتقدر ترد على الكلام اللي أنا بقوله، لأن مفيش. والأيام القادمة هتبين مين الحق، مين اللي طلع أو مين اللي بيتكلم بالحق ومين اللي ما بيتكلمش بالحق.